بطولة زمالك شايف يمكن من أنجح البطولات اللي تمت للرواد، ويمكن حضرتك شفت عدد المشتركين يمكن أكتر من 200 مشترك. طبعا هي رياضة التنس زي ما حضرتك عارف من الرياضات اللي هي ما بتتحكمش بسن معين، احنا عندنا الحمد لله ناس فوق 60 سنة و65 سنة ممارسين الرياضة، ويمكن حضرتك شفت النهاردة يعني أهم حاجة الروح الرياضية اللي كانت موجودة، ويمكن انت شايف بنفسك كانت عباره عن روح رياضيه موده وحب بينا. في مجموعه كبيره قوي النهارده كانوا جايين من اسكندريه برضو من نادي سموحه ونادي سبورتنج، يعني بطوله الرواد بتاع الاهلي جمعت معظم الرواد اللي موجودين في مصر، وكانت رياضه بطوله كانت ناجحه الحقيقه. بطوله طبعا جميله جدا وشارك فيها عدد كبير، ودي اخر بطوله في السنه بتاعه الرواد، بتعمل بطوله كل شهر، وما شاء الله يعني الكابتن وليد سامي عامل شغل كويس قوي السنه دي، ان شاء الله يعني تستمر باذن الله السنه الجايه تبقى احسن من السنه دي. انا اشتركت في، انا 58 سنه، انا ماسك فريق الرواد بتاع الاهلي السنه دي، واشتركت في سن 58، بس انا اشتركت في ايفنت 45 و40، حالفني الحظ الحمد لله خدت في ال 45 تاني مركز تاني مع كابتن عصام عبد الله بس. والبطوله زي ما انت شايف كده الناس كلها استمتعت، كان في مستويات كويسه جدا، والحمد لله الناس كلها يعني شفنا مستويات كويسه والناس اتبسطت جدا يعني في البطوله. طبعا بالنسبه لبطوله الرواد الحمد لله انا حصلت على المركز الاول في سن فوق ال 40 سنه، وحصلت على المركز الاول في الزوجي وزوجي مختلط، يعني الحمد لله حاصل على ثلاث مراكز ذهبيه، ثلاث مراكز اولى انا اسف. البطولة دي أحلى حاجة فيها إن الرواد كلهم عبارة عن أسرة كبيرة، ما فيش فيها ضغائن قوي، فيها روح محبة طافية جميلة جدا ما بين كل الناس، ودي أكتر حاجة بتحاول تخليني بعد ما بطلت فترة طويلة المنافسات والبطولات إن أنا أرجع تاني أشارك معهم، لقيتهم عيلة جميلة جدا وأسرة جميلة، وده اللي بيخليني ارجع اشارك تاني معاهم. هو الحقيقه من ساعه ما تبلغنا ببطوله رواد التنس دي كانت في الكالندر بتاعت الاتحاد، احنا الحقيقه عرضنا الموضوع مجلس الاداره وكان بدون اي تردد على اساس ان احنا دي بطوله سنويه للرواد، وهي من اكبر بطولات الرواد اللي بتقام على مدار العام. طبعا دي بطوله تليق بالنادي الاهلي يعني. اول ما تبلغنا بيها طبعا ده كان من حوالي 6 شهور، اتحطت في الكالندر بتاعنا، احنا اخترنا التايمنج بتاعنا ان احنا يكون في اخر السيزون بحيث انها تكون زي ما بنقول ايه ختامها مسك يعني. والحمد لله الاستعداد، انا عايز اقول الاستعداد ده احنا النادي الاهلي هو منظومه تامه، دي يعني ما بيبقاش استعداد حاجه، لان ده بيبقى الاستعداد من مجلس الاداره، كان سبورت لينا النشاط الرياضي، الجهاز، العاملين سواء في الصيانه، الاداريين، كل حاجه، هو تيم ورك تام، هو كل بيستعد في الجزئيه بتاعته، ما بتقدرش تشعر ان في حد استعداد خاص من حد لحد يعني، لا، وبصراحه كان الاستعداد كان من الكل يعني الحمد لله.